بسم الله. شكرا السادة النواب المحترمين على هذين السؤالين المتعلقين بالنقل السككي. بغيت غير نذكر بانه باش تواكب التطور المجالي والاقتصادي والاجتماعي في بلادنا، المكتب الوطني للسكك الحديديه خلال العقدين الماضيين استثمر ما يناهز 70 مليار درهم، هم مجموعه من المشاريع المهيكله مكنت من تطوير وعصرنه قطاع السكك الحديديه ببلادنا، واهمها القطار الفائق السرعه ما بين طنجه والدار البيضاء، وايضا تثليث وتقويه محور القنيطره الدار البيضاء، وتثنيه المحور السككي بين الدار البيضاء ومراكش، وكذلك انجاز الجيل الجديد من المحطات ديال القطار. وساهمت هذه الاستثمارات في تحسين جوده خدمات النقل السككي للمسافرين ورفع من جاذبيته. والمؤشر هو انه اليوم تنقلوا ما يفوق عن 52 مليون مسافر سنة 2023، هي بزيادة 14% مقارنة مع 22، كما أن البراق نقل 5 ملايين هذه السنة. وتواصل المكتب المجهودات ديالو باش يوسع ويصين ويحدد الشبكة السككية من خلال التحضير لإنجاز الخط الفائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، وتطوير النقل السككي الجهوي بكل من مدينتي الدار البيضاء والرباط، كما يواصل إنجاز الدراسات لتمديد الخط السككي فائق السرعة بين مراكش وأكادير، ويعمل على ربط ميناء الناضو المتوسطي وأسفي بالشبكة السككية، كما يقوم بالعمل على تعزيز أسطول الأسطول بالقطارات من الجيل الجديد. يقوم أيضا المكتب بإنجاز دراسات الجدوى الخاصة بكهرباء خط السككي بين فاس ووجدة. في إطار البرامج السنوية يقوم المكتب أيضا بصيانة شبكة القطارات مبنية على الصيانة الوقائية وفق المعايير الدولية، فضلا عن التدخلات السريعة عند حدوث عوارض على السكة أو بالقطارات. في مجال السلامة أيضا يقوم المكتب بصفة مستمرة بحذف الممرات المستوية على طول الشبكة، وقد تم حذف 180 نقطة تقاطع للسكك الحديدية والطرق، وتجهيز 219 ممر سكاكي و33 ممر للراجلين، بالإضافة إلى 1100 كيلومتر من الحواجز بغلاف مالي وصل إلى 500 مليون درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2018. والمكتب اليوم يقوم بإنجاز برنامج جديد للفترة 2019-2025 بمبلغ إجمالي تقريبا في نفس المستوى، يعني 1.2 مليار درهم في نفس الموضوع. أما فيما يخص تحسين جودة الخدمات، قد تم تحقيق سنة 2022-2023 نسبة انتظام سير القطارات ديال 91%، وتحرص المكتب أيضا على نظافة القطارات وصيانة وتجديد معدات التكييف. وشكرا.